تعال نروح لتشكيل الموسم السنه دي. تمام، بنفسك بقى تختار، انا جايب لك ريفرنس يعني تبص على اسماء، مش هي دي اللي تختار منها، لو انت عندك اسماء تانية براحتك، بس يعني ايه بحاول افكرك باللاعبين اللي كانوا موجودين او الابرز في الموسم ده في كل المراكز، وممكن طبعا تختار من بره الاسماء ديت. نبدا بحراسه المرمى، تشكيل كابتن محمد ابو العلا للموسم. الحقيقه هبقى فيه يعني مش عايز، انا مش هبقى انحياز بالنسبه لي. هبسطك، لا وهبسطك كمان. احنا عندنا احتياطي يعني، اللعيبه اللي انت كان نفسك تحطها في تشكيله الاساسيه هنحطها برده معانا على الدكه، مش هنطلعها بره قوي. انا بالنسبه لي محمد عواد، محمد عواد افضل حارس في مصر. ماشي، اقول احتياط دلوقتي ولا بعدين؟ لا لا، التشكيله الاساسيه بقى نروح للدكه. ماشي يلا. الوينج الاول هتلعب خطه ايه عشان نظبط؟ هلعب بخطه 4 2 3 1. 4 2 3 1 يلا. اتنين مساكين هلعب قلنا عواد، عن طبعا الونش، الونش رقم واحد. انا بس من الاسامي اللي موجوده دي كان ممكن يبقى فيهم كمان براحتك. لا انا بقول لك الاسماء دي بس. انت طبعا انت مش حاطط لعيبه مصريه بس، كله حاطط كمان لعيبه محترفين. بالظبط، ده في الدوري، ده تشكيله الدوري. تشكيله الدوري الونش. انت اللي هتلاقيه مش مكتوب وافتكرته حطه براحتك. ممكن الونش بالنسبه لي و ماشي عبد المنعم، محمد عبد المنعم. عظيم. على الشمال، الشمال باك ليفت فتوح، احمد فتوح. اه باك رايت. ناحيه اليمين عمر جابر. عمر جابر عظيم. لا لو اكرم توفيق كان سليم كان اكرم توفيق. بس عشان اكرم توفيق مش سليم، انا بكلمك على لعيبه انت قلت لي افضل تشكيل لعب. طبعا لازم اختار لعيبه اللي لعبت اكتر فتره يعني. هايل يعني برضو مشيناه وحارس مرمى كويس، لكن عواد الحقيقه كان هو اللي ستاندنج وعارف يفنش وكان ليه دور مهم في فرقته يعني. ممتاز. اتنين نص الملعب انا لاعب امام عاشور. امام عاشور و بلاتي توري. رهنت وانا ببص على الواد دلوقتي، رهنت انك هتقول بلاتي توري عشان الكابتن محمد ابو العلا لازم يختار بلاتي توري. واحد واحد يبقى حد ما بكاس في تاني لعيب كويس جدا. بلاتي توري كمان عامل موسم هايل، نص الموسم من ساعه ما خدوه في يناير عبقري يعني. بعدين هيدي فرصه لامام عاشور يطير. يعني اللعيبه اللي زي امام عاشور دي الامكانيات الفنيه، لان هو اصلا مهاجم. صح. بس امام عاشور بيفكرني بنفسي في حاجات، لانك جابك من قدام رجعك ديفندر. صح. فاللعيبه اللي زي دي انت لو اديتها فرصه او لعبت جنب واحد يساعده انه ما يرجعش خالص، هتلاقيه يعني يبدع لك قدام، وكمان يبقى عنده نفس انه يعرف يزيد كتير. هايل. فيعمل بقى شغل هجومي اكتر يعني. هايل. بلاي ميكر. بلاي ميكر من وجهه نظري عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. جناح ايمن. جناح ايمن زيزو. زيزو مش خلاف. وناحيه الشمال رمضان صبحي. رمضان صبحي. ماشي. سترايكر. سترايكر انا بالنسبه لي الجزيري، سيف الدين الجزيري. عظيم جدا. انا اخدت اتنين بس، انا هقول كده احنا اكتملوا. كده اكتملت. ممكن اقول لك الاحتياطي بقى. يلا ديك. طبعا في ناس تانية مميزه جدا لازم اقولهم. ديك. الحقيقه حراسه المرمى في اكتر من الاسامي دي كمان. يعني محمد الشناوي من الناس الكويسه. لا ما تختار حارس مرمى على الدك. واحد اختار صح؟ انت عايزه. اختار حتى لو برده مش مكتومين هنا. اختار ممكن السنه دي في حراس حقيقه مميزين جدا، هختار محمد الشناوي. محمد الشناوي. ماشي. ودفاع اختار علي جبر. علي جبر. و ممكن اسامه جلال. اسامه جلال. ماشي. مش كل الناس في دماغي بقى. نكم. ناحيه اليمين هاخد عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد. ناحيه الشمال علي معلول. علي معلول. مع ان الحقيقه اسحاق يعقوب برده ماشي كويس جدا. وجوناثان. بنك الاهلي. ديفندرز هاخد وليد الكارتي. احتياطي والسولية. والسولية. ماشي. محمد ابراهيم تحت الفرود. لعبد الله السعيد بديل. ماشي. هاخد احتياطي اكيد اشرف بن شرقي. اوكي. لازم. وابراهيم عادل. وابراهيم عادل. ما اعرفش ما عندي عدد تاني كام واحد. اشرف انت قلت اشرف بن شرقي وابراهيم عادل معاك واحد عادل. كمان. ممكن اخد واحد كمان. اخد كمان احمد رفعت. احمد رفعت. ماشي. حاطط انت مهاجم بره. لا ما هو كده، لا استنى كده خلاص شيل بقى احمد رفعت. عايز تحط مين؟ انا افتكرت الموضوع. خلاص احمد رفعت. اخر واحد. اخر واحد بالنسبه لي احمد رفعت. الحقيقه اتنين بالنسبه لي مهمين جدا. يعني ابوكا وعاطف. هنختار منهم واحد. عاطف. اختار منهم واحد عشان عندي سيف الجزيري، فاختار ابوكا. ابوكا. ماشي. بتشكيل كابتن محمد ابو العيله للموسم
محمد عواد في حراسه المرمى، خط دفاع عمر جابر الونش محمد عبد المنعم احمد فتوح، وفي النص امام عاشور وبلاد توريه، وقدامهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد وزيزو والجزيري. تشكيله احتياطيه محمد الشناوي، علي جبر، اسامه جلال، عمر كمال، عبد الواحد، علي معلول، وليد الكارتي، عمرو السوليه، ومحمد ابراهيم، واشرف بن شرقي، وابراهيم عادل، وابوكا.